يا اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء، وبشكركم جدا جدا على متابعه القناه. الحل الاخبار الاثيوبيه معايا هي اخبار غريبه ما بشوفهاش في اي دوله تانية. عايز اقول لك انه الدوله اللي منعت او اللي اغلقت سفارتها في الجزائر هي نفس الدوله اللي طلبت من الجزائر انها تتوسط في ازمه سد النهضه. يعني بمعنى واضح انه في نهايه الشهر اللي هو يوليو، نهايه شهر 7 اللي فات، كان موجود وزير الخارجيه الجزائري رمضان العمارمة في اديس ابابا. التقى وزير الخارجية الإثيوبي، ولما التقى وزير الخارجية الإثيوبي أعلنت إثيوبيا أنها بتطلب من الجزائر الوساطة في حل ملف أزمة سد النهضة. بلاش ده، رمضان العمارمة في نفس الوقت في أثناء الزيارة دي قابل رئيس إثيوبيا، رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، وأعلن أنه في تطابق، مش بقى توافق، مش اتفاق، مش تقارب، ده قال تطابق، والكلمة دي كلمة عميقة جدا في اللغة الدبلوماسية، تطابق وجهات النظر بين إثيوبيا والجزائر. يعني ما فيش أحسن من كده. تبص بقى هنا، الناس كانت بتهاجم مهاجمة جديدة جدا للجزائر على أساس أن الدولة دي تحالفت ووضعت إيدها مع الشيطان زي ما المصريين شايفين الجانب الإثيوبي. الحال تيجي تبص بعدها بحوالي 20 يوم تجد أنه الجزائر أو إثيوبيا تغلق سفارتها في الجزائر. هتقول لي طيب ما هم بيعملوا ده عشان ترشيد نفقات مالية، وبيحاولوا ان هم يعملوا حاجة اسمها يعني رايت سايزنج زي ما مكتوب عندي في المصطلحات، يعني اعادة هيكلة وتنظيم للسفارات اللي موجودة بالخارج. الحال في مجلة جزائرية اسمها مسبار بتنقل عن مجلة اثيوبية اسمها اديس ستاندرد، بتقول انه ابي احمد اعلن يوم 6/7 اللي فات على انه هيعمل اعادة تنظيم للسفارات وانه هيقفل. يعني راجل بيقول نصا كده ابي احمد في 6/7 الماضي، بيقول انه مش معقول يكون عندي 60 سفارة حول العالم، سفارة وكونسولية، وعمالة بعثر في الدولارات هنا وهناك. انا هقفل منهم 30 سفارة وكونسولية، يفضل عندي 30. بس الغريب انك تقفل كونسوليتك او سفارتك في الجزائر. يعني اذا كانت الجزائر بالنسبة لك مش دولة مهمة، ما كنتش استدعيتها لتتوسط في ازمة سد النهضة. ده شيء من الغرابة بمكان انك تجد وضع زي ده، طلبت منها تتوسط وفي نفس الوقت بتقفل سفارتك عندها وبتقول في حيثياتك انك ما عندكش مشكلة ابدا دبلوماسية، ولكن هي الموضوع مسألة مادية وفقط. اذا المسألة المادية دي ليه ما جتش على دولة تانية اشمعنى الجزائر؟ ده جانب تاني من الغرابة، او جانب يعني اساسي من جوانب الغرابة في العلاقات الدبلوماسية الاثيوبية. بس عايز اقول لك ان اثيوبيا اللي بتعمل ده هي بتتكلم على انه انت عندك خلل دبلوماسي اثيوبي، وان هم عندهم عدد كبير غير فعال. يعني انا هقول لك مصطلح غريب قابلني وانا بقرا اخبار هذا الموضوع، بيقول ان احنا هندي كورسات للدبلوماسيين الاثيوبيين عشان يتعلموا ازاي يتاقلموا مع الريفورمز، الاصلاحات اللي بتجريها الخارجيه الاثيوبيه. يعني معنى ده ان انت عندك في اثيوبيا دبلوماسيين غير مؤهلين وموجودين في سفارات وكونسوليات حول العالم. قبل ما تنقل للخبر الاساسي اللي معايا، هقول لك برضو معلومه مهمه في هذا الموضوع. اثيوبيا في سفارتها في واشنطن يعني شالت او رجعت للوطن عندهم 18 دبلوماسي من سفارتها في واشنطن، ورجعوا حوالي 5 دبلوماسيين من يعني البعثه الدائمه لاثيوبيا لدى الامم المتحده، وكمان اغلقوا كونسولياتهم في مينيسوتا في امريكا، وفي لوس انجلوس في امريكا برضو، وفي فرانكفورت في المانيا. يعني انت بتتكلم هنا على فعلا تقليص لعدد الدبلوماسيين الاثيوبيين في دول العالم، منها امريكا لوحدها واخده نصيب الاسد في ده، والراجل بيقول مش هنبعتر دولارات هنا وهناك. ففي حاجه غريبه ماديه بتواجهها اثيوبيا. ان كان ده بيدل على شيء، فده بيدل على انه اثيوبيا في ازمه ماديه طاحنه، وده بيعرض الدوله لعدم استكمال مشروعات مهمه ممكن تكون بتتبناها، زي مشروع سد النهضه الاثيوبي المفروض انه خبرنا الرئيسي هو عنه النهارده. عايز اقول لك قبل ما اقول لك الخبر الرئيسي برضو، انه السد ده المفروض كان الفولكة بس تكون اتملى اصلا، ويكون عنده 74 مليار، ويكون شغال، ويكون التوربينات شغالة، ويكون كل حاجة تمام في تمام. لغاية النهاردة السد لم يولد كهرباء لأوات واحد كهرباء لدولة اثيوبيا. الخبر الاساسي بقى انه قائد العمليات في الجيش الاثيوبي في منطقة ميتيكال، ودي المنطقة اللي فيها سد النهضة، اعلن عن احباط محاولة تسلل لعناصر متحالفة مع جبهة تحرير تيجراي تي بي ال اف، انها تسللت من الحدود السودانية، وان العناصر دي هجمت كانت بتستهدف احباط او افشال عمليات استكمال بناء سد النهضة، ومن ثم تم التعامل معهم ومقتل منهم 50 واصابة 70. ده كلام منسق العمليات المركزية في منطقة ميتيكال اللي عليها سد النهضة، وده طبعا نقلته صفحة القوات الاثيوبية
على فيسبوك صفحة الجيش الاثيوبي. الصفحة دي عليها بالمناسبة 500,000 متابع، نص مليون متابع، واسمها FDRE. طبعا دي بتعني ان هي صفحة قوات الدفاع عن الجمهورية الفيدرالية الاثيوبية، لكن واضح انها اختصار للغة فرنسية. فهنا احنا بنتكلم على هم اعلنوا ده، ان هم اعلنوا ان في احباط محاولة لناس متحالفة مع تجرية. انا هستوقفك هنا عند حاجتين مهمين جدا. الحاجة الاولى، الناس دي جاية من ناحية السودان، وده معناه ان هو بحسب كلامه ان قوات تحرير التجرية TPLF بدأت تتجه شمالا، بيقصد شمالا يعني اتجاه السودان، انه في تغيير في انماط عمليات قوات تجرية. خد بالك قوات تجرية بتهاجم ولايتين مجاورتين ليها، ولاية عفر وولاية امهرة، وفي هذه القوات قابلت بلاء حسن خلال الشهر الماضي وتكبدت، او يعني كبدت المناطق المجاورة خسائر فادحة، وتسببت في هجرة 300,000 مواطن من المنطقتين المحيطين بهم. وفي فيديو سابق، اخر فيديو اتكلمت عن الموضوع ده، اتكلمت عن تدمير 7,000 مدرسة في اثيوبيا بسبب بس الصراع الدائر بين تجراي والحكومة الاثيوبية. هنا عايز اقول لك بقى ان الملاحظة التانية هي انه منسق العمليات المشتركه للقوات الاثيوبيه في ماتيكال قال تصريح خطير جدا. قال ان الناس دي اللي هاجمت سد النهضه، قال ان الناس دي انضمت لاعدائنا التاريخيين في محاوله افشال سد النهضه لكنهم فشلوا. الراجل قال كده. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه انه بيقصد ان في اعداء موجودين في دوله مجاوره، سواء الدوله دي السودان او ما بعد السودان زي مصر، وان الناس دي دول معاديه لينا وعايزه تفشل سد النهضه. فالدول دي بوضوح بعتت الناس دي عشان تدمر السد وتفشل السد، ولكن احنا تصدينا ليهم. يعني خد بالك ده في اللغه، هو طبعا مش دبلوماسي، ده راجل عسكري، ولكن ده بيوضح انه في اسقاط على دول مجاوره لاثيوبيا زي مصر والسودان، انها هي اللي بعت الناس دي، وانها يعني مصدر هذا الذي حدث. يعني ده اسقاط واضح جدا على دولتين مجاورتين لاثيوبيا. طبعا خد بالك نزلوا صور الحاجات اللي اتمسكت مع الناس بحسب زعم او بحسب مقولة صفحة الجيش الاثيوبي على فيسبوك. نزلوا صور قالوا في اسلحة خفيفة واسلحة ثقيلة، بس من الصور واضح ان مش دي الاسلحة. يعني انت بص على الصور هتجد ان دي مثلا عندك بندقية آلية، عندك سلاح، اسلحة نارية كلها، ما تقدرش تضرب سد، ما تقدرش تهدم سد. هي ممكن تعطل اعمال بناء، ممكن تهاجم عمال، لكن ما تقدرش تدمر سد. يعني اقصى حاجة عندك ممكن تجد حاجه زي مدفع هاون، حاجه زي مثلا او قذيفه هاون، ممكن تجد مثلا قذيفه ار بي جي. الحاجات دي ما تعملش حاجه في جسم سد. جسم سد ده عايز تعامل مختلف تماما. فعشان كده السذاجه انك تقول ان مصر والسودان بعت الناس دي، استحاله مصر والسودان تبعت ناس بشويه اسلحه خفيفه بالشكل ده عشان تضرب سد بالحجم الضخم ده، ده مستبعد جدا. عايز اقول لك بقى هنا انه في اخبار تانية برضو لازم تتابعها معانا، لانه دينا مفتي المتحدث باسم وزاره الخارجيه الاثيوبيه عمل مؤتمر صحفي بالامس. المؤتمر ده اتكلم فيه كلام خطير جدا هنقوله لحضرتك. النهارده احنا بنتكلم على انه في مبعوث تبع الاتحاد الافريقي عينه موسى الفقيه رئيس المفوضيه الخاص بالاتحاد الافريقي لمنطقه القرن الافريقي. المبعوث ده اسمه ديسانجو. الراجل ده المفروض انه كان رئيس نيجيريا السابق، وتم تعيين هذا الرجل كمبعوث لمنطقه القرن الافريقي لحل المشاكل الخاصه بهذه المنطقه. الجانب الاثيوبي متحفز جدا لهذا الرجل، يعني مشجع ليه، يعني بيشكر فيه وبيمدح فيه، بيقولوا ان الرجل ده هيسعى لحل المشاكل في القاره السمراء وسط اطر وسبل افريقيه، وان الرجل ده ديسانجو هيخدم مصالح اثيوبيا وبيحب اثيوبيا، او هيخدم اثيوبيا وشعب اثيوبيا. طبعا جبهه تجري شايفه ان الرجل ده مش هيكون مناسب لهذا المنصب، ووجوده هيبقى زي عدمه. فرسالة هنا واصلة من دينا مفتي ان احنا ضد تصريحات تجري وبندعم هذا الرجل في الوقت اللي فيه تجري بتضد او لا تدعم هذا الرجل، لان هم عندهم برضو عايز اقول لك انه هذه الجبهة غير معترف بها من قبل اساسا الاتحاد الافريقي، وبالتالي الجبهة دي مش شايفة انه الرجل ده هيكون له دوره او اي دور ايجابي في حل مشكلة اثيوبيا الداخلية. في سؤال اتسأله دينا مفتي حول اغلاق سفارة اثيوبيا في الجزائر، رد واضح جدا من قبله، قال انه ما نقولش اغلاق سفارة، احنا بنقول اعادة تنظيم للبعثات والوفود الدبلوماسية الاثيوبية في الخارج، ونحن بنعمل اعادة هيكلة، وانه ده مش معناه ان احنا بنقطع علاقتنا باي دولة، وانه الوساطة الجزائرية، لانه استقل السؤال بوضوح هل ده هيأثر على الوساطة الجزائرية في حل ازمة سد النهضة. الراجل جاوب اجابة لازم اقولها لك كاملة. الراجل قال انه لا مش هيأثر، طالما انه ده مش بيضاد او هيخدم امن اثيوبيا القومي او مصالح اثيوبيا. يعني بيقول ان وساطة الجزائر لازم تكون بتخدم مصالح اثيوبيا. طب ومصالح الدول التانية اللي بتتضرر من الجانب الاثيوبي؟ فده طبعا هو تصريح دبلوماسي معلق، بيعني انه الموضوع فيه لغز وغموض، لازال لم يتضح بعد في اسباب
عدم وجود سفارة إثيوبيا في الجزائر. كل الناس بتقول أسباب، أو التصريحات اللي خرجت بتقول أسباب مالية، أسباب مادية، أسباب إعادة هيكلة، إعادة تنظيم، لكن واضح إن في أسباب أعمق وأكثر عمقا. خد بالك إن ده هيحصل أو هيتكرر مع السعودية. يعني الجانب الإثيوبي مفروض إنه في أنباء عن إن إثيوبيا هتغلق القنصلية الرئيسية بتاعتها في جدة، وده معناه إنه ده هيتضرر كثير من الإثيوبيين، لأنه في إثيوبيين مقيمين كثيرين في السعودية، وده حصل مع تنزانيا على فكرة. لكن في السعودية في إثيوبيين كتير مقيمين، وفي مواسم حج وعمرة مفروض ان الإثيوبيين بيعتمدوا كتير على القنصلية في جدة. فتسأل السؤال دينا مفتي، قال رد واضح، قال ان احنا يعني الموضوع ده لسه بندرس فيه ولسه ما قررناش هنغلق قنصلية جدة او لم نغلقها، بس هو قال ان احنا هنعمل حاجة اسمها قنصلية شرفية هتقوم بخدمة يعني مصالح إثيوبيا في السعودية، لكن بتبقى عن طريق موفدين دبلوماسيين غير مقيمين، يعني غير ثابتين، ممكن يبقى مبعوث مؤقت لكن مفيش مقر سفارة دائم هيكون في معظم أو عدد كبير من دول العالم. واضح كده أمامك أن في تخبط دبلوماسي إثيوبي، تصريحات متضاربة، فيه كلام حول أنه زي ما قلت لك هياخدوا كورسات إزاي يتعاملوا مع الإصلاحات الجديدة اللي بتعملها إثيوبيا، والتخبط ده واضح انه الجزائر، وبعيد عن الجزائر حتى في موضوع السودان، لان الجزائر عرضت الوساطه في ملف سد النهضه، او طلبت اثيوبيا الوساطه من الجزائر في ملف سد النهضه. ومشكله السودان نفسها الراجل اتكلم عنها وقال انه السودان تتوغل او تحتل اراضي اثيوبيه، يعني اثيوبيا عايشه في عالم تاني خالص تماما. وبيقول الراجل بوضوح انه كمان الجانب السوداني مش هيحصل اتفاق غير لما نرجع للاتفاقات السابقه بين الجانبين، وما اقصدش هنا 1902، هو بيقصد الاتفاقات اللي كانت بين البشير والرئيس او رئيس الوزراء الاثيوبي الاسبق، اللي فيها كان بيتم السماح للاثيوبيين بزراعه الاراضي الخصبه في ولايه الفشقه السودانيه. هم عايزين يرجعوا المزارعين دول يزرعوا نفس الاراضي تاني في منطقه الفشقه السودانيه في ولايه القضارف، وده معناه انه عودة الإثيوبيين للأراضي السودانية مرة أخرى. فالإثيوبيين شايفين أن السودان طلعتهم من أرضهم حق بها بحسب الاتفاقات السابقة مع البشير، ودي كانت أحد أخطاء وعيوب نظام البشير، ولكن ربما كان في دوافع وراء ترك الإثيوبيين يعملوا في الأراضي السودانية الخصبة. فزي ما أنت شايف، يعني هقول لك مثلا على سبيل المثال بخصوص موضوع الجزائر، أن يوم 3/8 اللي فات مجلس تجاري أو الغرفة التجارية الجزائرية مع الغرفة التجارية الإثيوبية اتفقوا على عمل مجلس أو عقد مجلس أعمال جزائري اثيوبي. بلاش ده، ان يوم 9/8 اللي فات رئيس الجزائري نفسه قال انه انا متفائل بخصوص نجاح الوساطة الجزائرية بين اثيوبيا ومصر والسودان بخصوص سد النهضة. شوف بقى اللي حصل، وشوف اللي حصل في قرار 25/8 وتنفيذه في 30/8. ده واضح امامك، ولازم تقرأ ابعاد المشهد عشان تكون شايف الوضع امامك بوضوح. في النهاية اتمنى اكون وضحت لكم معلومات ولو بعض المعلومات عن هذا الموضوع. بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.